الناس في مصر عايشين مرعوبين عشان ما فيش امن. هي الثورة جت عشان تخيرني ما بين ان انا اعيش امن ولا اعيش منهوب. طيب حضرتك توقعاتك لليوم النهاردة، هل اليوم ده هينتهي بان لحد الساعة 6 القوى السياسية ترجع خلاص من الميدان، ولا الموضوع ممكن يتطور ان يبقى فيه مثلا ممكن يبقى فيه عنف، ممكن الموضوع يتطور ليبقى فيه اعتصام مفتوح يستمر لاكثر من يوم؟ والله بص، يعني اعتقد ان في خلافات حوالين اختلافات مش خلافات اختلافات حوالين استمرار اليوم. يعني في قوى سياسية كثيرة مصرة انها تفضل في الميدان وتعتصم حتى تحقيق مطالب الثورة، وفي قوى سياسية اخرى قالت ان احنا هننهي اليوم على الساعة 6. احنا هنشوف حجم الحشد اللي هيفضل موجود، هو ده اللي هيعبر عن استمرار روح الثورة. انا بتصوري وما اعتقدش ان يعني كل الكلام بتاع البلطجية انا استطيع ان انا اقول لك كله كلام اهبل، لان لو وزارة الداخلية قامت بدورها الحقيقي هتلاقي الشعب في ظهرها. لو مفيش ملاحظات على الشخصيات المسؤولة في وزارة الداخلية واللواءات اللي كانوا مسؤولين عن دماء الشهداء اللي لسه ما اتحكموش، ما كانش هيبقى هتلاقي الشعب لسه فيه جاب بينه وبين الشهداء. لو كل دول اتقدموا للمحاكمة، واللي اتعزل اتعزل، واللي اتوقف اتوقف، واللي تقدم المحاكمة تقدم المحاكمة، والناس حست ان في روح جديدة هتتعاون مع الشرطة في القبض على البلطجية، لكن هم طول الوقت إن في تعاون بينهم لعودة الأمن للشارع المصري. مفيش حد من مصلحته ان البلد ما يبقاش فيها أمن، كلنا من مصلحتنا، كل عيلة لها أطفال ولها ستات بيخافوا عليهم وعايزينهم يعيشوا آمنين، فكل مصر عايزة تعيش آمنة. حتى هذه اللحظة باختصار الامن مسؤوليه مين؟ الامن مسؤوليه اللي يحكم البلد، اللي بيحكم البلد ده المفروض يوفر لي الامن، حتى هذه اللحظه ما وفرليش الامن، ما وفرليش العداله، ما وفرليش حتى لقمه العيش اللي كنا حتى بناكلها في عصر مبارك. ما يمكن لو ان احنا لما كنا في ميدان التحرير شفنا المطالب كانت كلها مطالب بسيطه، يعني الناس كلها كل المطلب مسكن، ماكل، مشرب، كلها مطالب في متناول، يعني كان في الطبيعي ان والله يعني انا بتصور مش هتقدري تحققي العداله الاجتماعيه، لان دي العداله الاجتماعيه بشكل حقيقي غير هتاخد لها سنوات، بس في حاجات كانت تتحقق بقرارات فوريه. ممكن تتحقق من بدايه الثوره. يعني لجنه رعايه المصابين واسر الشهداء، هل معقوله لسه متشكله من اسبوعين؟ بعد 6 شهور تسيبوا المصابين، منهم من يعفن في المستشفى ومنهم من يفقد عينه كان ممكن ينقذ لو اتعالج صح، واسر الشهداء اللي مش لاقيه تاكل ومش عارفه دم اولادها في رقبه مين؟ وبعدين تقول لي انا مش متاخر في القرارات، لا في تاخر في القرارات. طيب استاذ خالد، يعني في النهايه، يعني حضرتك مخرج سينمائي كبير، شايف ان ثوره 25 يناير هتاثر ازاي على السينما، واقع السينما الفتره الجايه؟ انا بتصور عندما تنجح الثوره في تحقيق مطالبها مصر هتخش عصر نهضه كبير. يعني مصر انا طول وحتى هذه اللحظه متفائل برغم كل اللي بيحصل، يعني انا عمري ما تشائمت من 25 يناير حتى هذه اللحظه، لان خلاص الامه دي تجمعت ارادتها على النصر، ما حدش هيعرف يرجعها، ولا اكبر قوه في العالم هتعرف ترجع الشعب ده تاني مره تانيه من غير ما يحصل على حقوق. فانا متفائل، فالتفاؤل ده بيقول لي ان مصر مقبله على عصر نهضه عندما تتحقق مكاسب الثوره. ومتى مصر هتبقى في عصر نهضه؟ هتبقى في نهضه في الفنون والاداب واولها السينما. فانا انا عندي امال كبيره في انها هتبقى في نهضه سينمائيه كبيره في السنوات المقبله. اكيد. طيب احنا هم متوقعين ان مش هيبقى في رد فعل سريع على المطالب بتاعت الشعب دلوقتي، مش هيبقى فيه على طول في قرار يطلع تاني يوم، فحضرتك متوقع ان المطالب لو ما اتحققتش ايه اللي ممكن يحصل؟ والله المطالب اللي ما اتحققتش لو في هنا 10,000 واحد بس عملوا اعتصام وفضلوا والمطالب ما اتحققتش، بكره هيبقوا 20 وبعده هيبقوا 100. فيعني هتلتف تاني حواليهم جموع الشعب المصري وهتبدا اكنها ثوره الغضب الثالثه. يعني مش يعني لابد، مفيش حد يقدر يقف قدام اراده امه، اراده الامم من اراده ربنا، اللي عايز يقف قدامها يورينا هيقف ازاي. النهارده كان في بعض القوى السياسيه اللي حاولت ان هي تستغل الثوره دي لصالحها، يعني بعض الافراد استغلوا دي من خلال ان هم بداوا يوزعوا مثلا منشورات، انا مش عايزه انشرها على الشاشه عشان ما تبقاش دعايه فيها لرئاسه الجمهوريه، في بعض الشباب بيعملوا دعايه لجروباتهم على الفيسبوك او غيرها، حضرتك شايف الناس دي بتفكر ازاي؟ والله في بعض القوى السياسيه انا قلت عليهم خاصة التيار الديني، يعني عاملين زي مسلمين غزوة أحد، أول ما لاح الانتصار نزلوا جري يلموا الغنائم فانهزموا. فأنا أبشرهم
بهزيمة كبرى، لأن ده مش وقت غنائم، ده وقت إنقاذ الوطن، إن إحنا نحطه على عدم الحرية والعدالة والمساواة. لما ننجز ده يبقى ندور على ذواتنا وندور على مصالح طياراتنا ومصالح أستاذ خالد، إحنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا. مشاهدينا